التربية هي بالعراق سيئة جدا. ليش؟ لأن اللي يتخرج ما عنده وظيفة، اللي بالإعدادية يراد له مصرف، اللي بالابتدائية هم يعني صفوف مكتظة بالطلاب، يعني ماكو صف فيه 50 طالب أو 40 طالب أو 60 طالب. ليش المدارس الأهلية من 20 إلى 25 طالب؟ ليش الحكومية من 40 إلى 50 طالب؟ فإحنا اللي نرجوه من حكومتنا، طبعا هي مو حكومتنا، هامش حكومة، إحنا نريدها من الحكومة الجاية إن شاء الله تحسين الموقف التربوي بصورة عامة، حتى إلغاء المدارس الأهلية، لأن يعني المدارس الأهلية راح توصلك النتيجة يعني للصفوف المنتهية تعبانة، تعبانة بصورة يعني عامة خلينا نقول. فإحنا اللي نرجوه من طلبتنا الأعزاء الجامعة الإعدادية المتوسطة الخروج إلى المظاهرات والتسانف مع أخوانهم المتظاهرين باستثناء طلاب الابتدائي، لأن دولة مثل ما تعرف أطفال، وإن شاء الله النصر قائم. قمنا نترك المدارس من وراء التعليم الفاشل، ثاني شغله مدارس فاشله، رحلات قمنا حتى الرحلات ما يوفروا لنا رحلات زينه حتى نقعد فيها. احنا مدارسنا يعني مدرستي في الجعفر، انا عكله تقريبا الجعفر، يعني التعليم مالتهم حتى قمنا نترك الحكومه قمنا نروح اهليات، يعني ليش؟ احنا نريد من الحكومه، نريد من التربيه، نريد حتى يسوون لنا تعليم زين، مدارس زينه، تنظيف. بس احنا حتى المدرس مالتنا قام ياخذ فلوس حتى ينجحنا، المدير مالتنا حتى ياخذ فلوس حتى ينجحنا، احنا ما نريد هيك. نعم نوصل بكالوريا ما نعرف اي شيء، حتى من نكبر نقول با نعم ما نفهم اي شيء، هسه انا كتابه ما اعرف اكتب، هسه انا صف ثاني كتابه ما اعرف اكتب، كفينك الله ما اعرف اكتب. طبعا اي دعوه لانهاء الاضراب هي دعوة لإنهاء المظاهرات. شلون؟ الطلاب هي تمثل الشريحة الواعية المثقفة الموجودة بالساحات. أنت من تدعو إلى إنهاء الإضراب راح تدعو إلى سحب هاي الشريحة الواعية المثقفة لها دور مهم بالساحات، راح تدعوها إنه تنسحب للجامعات، بالتالي الساحات راح تفقد شريحة مهمة مؤثرة بهذه الساحات راح ترجع. مثل ما نقول العمود الفقري للساحات الشباب، هذا الشباب الموجود اغلبهم هم طلاب، المسيره ممكن تدفع صح، لانه ممكن تضيع سنه صحيح، بس خلي تضيع سنه، تضيع سنه ولا يضيع العمر كله. طبعا هي الاسباب واضحه، مثل السبب تعرفه يعرفه كل الناس تعرفه، الاسباب هي اول شيء هذا الوضع هو انه تعيين ماكو، هذا اول سبب هو معروف. الوضع العام حريه ماكو، الوضع الامني منفلت، الاحزاب، السلاح منتشر بكل مكان. طبعا اذا هذا الطالب ما يطالب حقوقه زين، منو يطالب غيره؟ يعني الشخص البسيط ممكن منتهي بشغله ما يطالب، لا الطالب هو يتحمل مسؤوليه كبيره، بالعكس الطالب هو القائد المجتمع مثل ما نقول. والله واضحه، لا تعليم جيد ولا مدارس زينه ولا، انا اصلا كنت مدرسه ابتدائيه، كانت مدرستي مال خشب صراحه، يعني مدرسه ابتدائيه خشب، اليوم هي موجوده خشب، بنوا هيكل وبقى خشب زين، غير المدارس الطينيه بالقرى والارياف وكذا، معروفه كل الاسباب معروفه تتبع الناس وتتظاهر. اولا الثوره او المظاهرات تشرين من بدت شبابية، واحد يسأل ليش، هل هي صدفة بس الشباب طلعوا؟ والله إنه الوجبة الأولى فقط الشباب طلعوا، ما تلقى ولا واحد كبير. ليش؟ يعني الشباب هو اللي انظلم، هم اللي انتهوا وانداسوا بالرجلين من 2003 إلى اليوم، لا تعيين لا مستقبل
أظلم الشابي وأنا التقيت وياهم. يابي يا وليدي ليش أنت مندفع على اندفاع؟ هم دير بالك على نفسك. يقول لي عمي أنا أريد أموت. يابي ليش؟ لأنه يا عمي لا مستقبل لا بيت لا زواج. هذيش حبيبتي أريدها وتريدني على محبة الله. صار لنا كذا سنة ما أقدر أروح أتجرأ وأدق بابهم لأنه ما عندي. إلى متى أنا لو عالة على أهلي لو عالة على وحتى إذا أريد أشتغل ما أشتغل. أقول له ليش ما درست؟ يقول له عمي شنو ما درست؟ أنا خريج الكلية الفلانية خريج الجامعة الفلانية. أسألك بالله هذا شو تقول له؟ لذلك هي الثورة ترى أحبابنا والله ثورة شبابية عفوية وفي التباين. يعني لو العراقيين يعيشون كلهم طبقة وحدة أو قريبة من عندهم مثل ما كان، ولكن قديما من كانت الفوارق قريبة. يعني الفقير يقعد بأي قهوة يدفع كذا ربع دينار ويقعد ياخذ شاي. القبالة أكبر إقطاع قاعد قبالة يدفع عنده ربع دينار ويشرب شاي. أنت لو تتابع كل ثورات الشعوب العالم المتحضر دائما من يقوده؟ الطلاب. نفس عادل عبد المهدي كان طالب كان متظاهر. كل الطلاب بكل العالم هم 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 نشاط وهم دم. هذه مسألة طبيعية جدا. واحد مستغرب يعني عجيبة. واحد يستغرب يقول ليش الطلاب؟ طبعا هو بكل حتى التظاهرات العراقية تظاهرات الطلاب ضد جبر بيفين ضد المعاهدات ضد عبد الكريم قاسم مع ما اللي كل اللي سواه ضد نور السعيد ضد كل الثورات ضد كل هم الطلاب. هاي مسألة طبيعية جدا. ما أنا أستعجب واحد يستغرب من هذا. طبعا على واقع مر الشعوب المتقدمة بكل دول العالم الطبقة التربوية هي أساس والبذرة الصحيحة لكل مجتمعات الموجودة بالعالم. لكن لماذا تسلط الأضواء على هكذا طبقة بالمجتمع؟ الأسباب واضحة. لو نرجع بالتاريخ على مدى 16 سنة راح نلقى نظام تربوي فاشل أساساً من هرم الوزارة اللي هي وزير التربية. والإعلاميين يذكرون وكيل وزير التربية ماذا وصف المعلمين؟ وصفهم وصف قذر مع احترامي عذرا للعبارة. هذا أولاً. اثنين نجي على المدارس البنية التحتية. طبعاً أنا شخصياً عندي إلمام كلش قوي بهذا الموضوع. بناتي على مستوى أولادي تخرجوا من ثانويات المتميزات اللي هي تعتبر المدارس اللي نموذجية. تيجي تطب لها عندي موثق كله موثق فيديوهات عن الخدمات الموجودة. أول ظاهرة تسودها التدريس الخصوصي. هذا واحد. اثنين عندنا نظام تدريسي بالعراق يمكن معتمد بطرق تدريسية فاشلة. ما عندنا طرق تدريسية حديثة. إذا نناقش هذا الموضوع موضوع يطول نقاشه قبل 11 طبعا. وهذا كله تركات أحزاب السلطة اللي كان كل هدفها الاستيلاء على العراق وعلى مقدرات العراق. لكن هم لو هذا الجانب المهم ولهذا هذا الجيل امتعض من هذه السلطة فخرج بروح وطنية. أما أنه ليش موجود بساحة التحرير وبساحات الاعتصامات بالعراق؟ لا هذا واقع. لأن هم يعتبرون الجيل الواعي الجيل اللي الذي وحد العراقيين نقدر نوصف الطلبة هم المركز الحقيقي والثقل الحقيقي للمظاهرات السلمية السلمية. طبعا بداية احنا نقول العلم نور والجهل ظلام وبالعلم تبنو الأوطان. طبعا نشكر كل طلبة وخاصة طلبة الكليات لمشاركتهم الكبيرة في التظاهرات هذه وإسناتهم لهذه التظاهرات. ولكن أنا لدي وجهة نظر. طبعا أكيد المدارس الإعدادية والمتوسطة والابتدائية أتمنى أن يكملوا دراساتهم لأنه هم أجيال المستقبل وإن شاء الله ما موجود في الساحة يكفيهم للمطالبة بحقوقهم. وهناك اقتراح حول طلبة الكليات أنه إحنا أنا دائما أتناقش ويا أخوتنا هنا في ساحة التحرير مع كل الحركات الموجودة أقول أنه إحنا لا بأس يداومون الصبح وينزلوننا بعد الدوام.
يعني اللي الخيم مالتهم يعني تبقى منصوبة في ساحة التحرير، ولكن يباشرون في الدوام، وبعد الدوام يجون لخيامهم، وأثناء الجمع والعطل يكون تواجدهم بكثافة، وإذا إحنا نحتاجهم في تجمع في هذه فهم أكيد يتواجدون ويانا. هناك أكو آراء مختلفة، يعني منهم من يقول لا يعني الإضراب العام عن الدوام حتى يكون ضغط على الحكومة للمطالب المشروعة، وآراء متعددة، بس إحنا طبعا لا يمكن أن نتخلى عن العلم. تعرف أن اليوم اليابان كانت في حربها العالمية أنه القنابل تقع على مدنها، ويعني قنابل نووية، وهي تدرس العلم، فإذن العلم شيء أساسي لبناء الأوطان، وبهذه الأجيال أيضا إحنا نبني أوطاننا، لأنه إذا إحنا نكسر قاعدة العلم أكيد راح يعم الجهل والظلام هذا البلد. أكيد إحنا مظاهراتنا مستمرة ومستمرة لحين تحقيق كل المطالب، لأن هذه المطالب مشروعة وأعطيت لها كثير بالعشرات من الشهداء وآلاف من الجرحى، فلا يمكن العودة عن هذه المطالب إذا لم تتحقق. فعلى الحكومة أن تحقق جميع هذه المطالب، وهي يعني محاسبة القتلة، وحكومة مستقلة وقتية لحين انتخابات برلمانية يعني جديدة، فإن شاء الله نتأمل الخير لهذا البلد ولشعبه ولهؤلاء المتظاهرين الأبطال في هذه الساحة رغم كل الظروف والمعوقات اللي جاي تحصل لهم. الموضوع المظاهرات هي يعني موضوع أوكي، يعني هذا الموضوع حق كل مواطن أنه يتظاهر ويريد حقه ويريد اللي يم الحكومة يرجعها إلها، لكن موضوع أنه بمنطقة سادين المدارس وبمنطقة أكو مدارس، هذا ترى يضر بالدراسة ويضر بالمستقبل الأطفال. يعني أني أتصور أنه إذا هيجي يعني الحكومة دي يشوف بمنطقة سادين المدارس وإغلاق المدارس وماكو مدارس، لازم لو كلياً يغلقون المدارس، يا أما يفتحون يعني كل يداوموا كل يعني يمتحنوا يدرسونه يعني يروح هاي السنة. يعني أنا دا أتصور أنه إذا حكومة تقوم يعني تاخذ إجراءات بحق هذا القضية تكون أحسن من كل شيء، لأن هذا الموضوع بالذات هي مستقبل الجهال الأطفال الشباب، يعني لازم الحكومة يعني بأسرع وقت ياخذون الإجراءات لهاي القضية. يعني عندي هذا الرجاء من حكومة العراقية أنه يقوم يا إما يغلقون المدارس يا إما يفتحون كليا، يعني من ناحية العراق كله، يعني تكون الشغلة على كل المدن وكل المحافظات، مو محافظة أكو دوام وأكو امتحانات ومحافظة ماكو امتحانات وماكو دوام، يعني فهذا يضر بالأطفال، وهذا يعني أتصور أنه لازم يأخذ إجراءات بحق هذا الموضوع. طبعا هي المظاهرات حق دستوري كفل الدستور. الربط بين المظاهرات واغلاق المدارس يعني هو اكيد لازم يكون هناك اكو ربط، لان حتى يكون مثلا اكو فد ضغط على الحكومه لتلبيه ما المتظاهرين اللي موجودين بساحات التحرير وساحات التحرير بكل المحافظات العراقيه. فلهذا يعني اغلب بس اكو مرات إن بعض الاراء تقول بان هي راح تاثر على العمليه الدراسيه بالعراق، فهي هاي المرات تصير يعني تاثر، يعني سنه كامله تروح على الطلاب فتاثر. لهذا احنا يعني اشوف اني بعض الاحيان تكون مثلا المظاهرات من تكون بها ضغط على الحكومة راح تكون هناك تلبية للحكومة للمتظاهرين. أنا كطالب معهد مع التظاهرات السلمية لأنه حق دستوري في العراق،
ولكن أنا كطالب التربية عندما توزع الامتحانات توزع الأسئلة على المدارس لا توزعها على أساس أن هناك مدارس مفتوحة وتداوم ولا توزعها على أساس أن هناك مدارس مغلقة. ففي هذه الحالة عندما نحن لا نداوم وهناك مدارس تداوم وهناك دوائر تداوم وإحنا ما نقدر أن نروح للدوام فهناك حصص تروح علينا ودروس تروح علينا. ففي هذه الحالة إحنا المتضررين بالموضوع. وكذلك الحال في بقية المدن في العراق مثلا بغداد وليس فقط كركوك بالمناطق الجنوبية في العراق أغلبها لم تعد تداوم. وفي هذه الحالة ترى أن الطلاب مستقبلهم قد يضيع من أيديهم كطلاب الصف السادس والصف الثالث الصفوف المنتهية. ففي هذه الحالة نحن المتضررون وليست الحكومة. بصراحة موضوع الاعتصامات بمحافظاتنا العزيزة بصراحة الاعتصامات ما مشكلة عادي، بس المشكلة الأكبر إنه الدوام المدارس والكليات والمعاهد، يعني هاي الكارثة الأكبر. يعني الطالب شنو موقفه؟ يعني هاي الطشرة الطالب الساس الأدبي والعلمي المراحل المنتهية والمتوسطة والإعدادية وغيره، زين هذا الحل ماله شنو؟ زين مين يتحمل مسؤوليته؟ زين يعني صار بين حان ومانه، لا دوام، يعني هو لازم يصير شرط الدوام، لازم الدوام مشكله، مو المدار الخدميه اهون من المدارس، هذا مستقبل. زين شلون هسه انا عندي طالب واحد ابن اخوي طالب سادس علمي العام ترك الدوام وعفوا اجل السنه كامله على مود معدل، زين هذا السنه شلون شلون يعجل النوم؟ زين يعني الى متى؟ زين هذا جت نص السنه، زين يعني انه نحث انه شرط الدوام لابد منه. هالمدارس كارثه كارثه كارثه، مو شغل الدوام، يعني هسه ندور خدميه مصيبه اكبر ومننا المدارس، فيجب انه شرط الدوام. اما الاعتصام على العين وعلى الراس، يبقون معتصمين، اطلع من دوام وراح اعتصم، مو اوقف الدوام، يعني عفوا اسبوع اسبوعين، ومنو الضحيه؟ خلينا نكون صريحين، منو الضحيه؟ ترى لا المدير ولا المعلم ولا المسؤول، ترى الضحية ترى الطالب. زين ها انت صارف ملايين، تعرف دورات وغيره وغيره واهل وحكومه، يعني مصيبه. نتمنى من الله اولا ومن المسؤول ثانيا انه هذا الموضوع، ومو علينا نطلع بالتلفزيون ونقوم نحكي نسولف على مود يقولون هذا الحكي، مو علينا نطلع، الشغله مبينه، يعني مبين العوجه ومبين العدله. أنا ينصح أخوتي الطلبة بالخصوص طلبة السادس سواء كان الأدبي أم العلمي أن يتوجهون إلى مستقبلهم ويتركون التظاهرات إلى أخوتهم الذين تركوا الدراسة أم يعني اللي خلصوا الدراسة بصورة صحيحة، بينما هذا الشيء مو صحيح، لأن بالحالتين راح يضيعون مستقبلهم ويضيعون، وإن شاء الله يعني جاية على العراق مقبل على تعيينات وعلى شغل وحرامات، يعني يضيع سنة كاملة من مستقبله أو من مستقبل، وهذا مستقبله هو، يعني هو المسؤول عليه. وأكو حالتين، يا أما يروح للمدرسة وبعد المدرسة يروح يتوجه يعني للساحات الاعتصام، أم يترك الاعتصام ويتوجه للمدرسة. بالحالتين الطالب هو الخسران، يعني انه ما مستفاد شيء اذا سقطت الحكومه او بقت الحكومه. بالحالتين هو اذا ظل بساحه الاعتصامات راح يسقط حقه من المستقبل او يضيع حقه من كل شيء، يعني من التعيينات سواء كانت. بعدم انجرار بمنع فتح المدارس والمؤسسات التعليميه، لان اذا انسدت المدارس او المؤسسات التعليميه احنا ما نمنعهم من التظاهره السلميه المطالبه بالحقوق الشرعيه الواجبه على كل عراقي، واجب يطالب بحقه. بس اما بخصوص منع المدارس وتهديد المدراء وتهديد الحراس، هذا غير جائز شرعا وقانونا. وبخصوص الطلاب يعني حرامات، حتى وان كانت سنه عدم رسوب او قررت وزاره التعليم او وزاره التعليم العالي وزاره التربيه بسنه عدم رسوب، يعني هاي سنه تضيع من عمر الاطفال وسنه كامله للخريجين ما راح يتخرجون. يعني الخريجين نقول من حمله البكالوريوس الاف بكالوريوس، حمله الماجستير والدكتوراه بالجامعات، جامعه بغداد،
الجامعة العراقية المستنصرية، الجامعة النهرين، كل الجامعات متوقفة. فالناشد منا من منبركم من منبر هذا بأن تفتح المدارس والمدراء والأساتذة يداومون بالمدارس، فناشدكم من هذا المنبر بأن نطالب أول من طالب المعتصمين بساحة التعرير يكون لهم قرار جريء بهذا الأمر، ويطالبون المدراء والمؤسسات التعليمية بأن يداومون وتمشي المجريات على مجراها ويطالبون بحقوقهم. نؤمن بالتظاهر السلمي ونؤمن بالإحراق ونؤمن بالشيل المطالب اللي مصاع الشعب، لكن المؤلمة أكثر من 100 يوم توقفت الحياة وخصوصا الطالب. أنا ولي أمر طالب وأنا أستاذ جامعة، أنا أتمنى لا تفوت الفرصة على أبنائنا من أولادنا وبناتنا يروحون يداوموا مدارس. ونعم نحن مع الحراك مع المطالب الشعب مو ضدهم، لكن توقف الحياة وتروح عليها سنة دراسية بالوقت اللي تلقي بعض المحافظات كملوا سنة دراسية وهاي امتحانات نص السنة. أرجو من طلبتنا الأعزاء أولادي أبنائي طلابي يروحوا يداومون بالمدارس في سبيل توفير فرصة أكثر، لأن احنا من نتحرك ونتظاهر من أجل بناء بلد، لا نريد نضيع فرصة ودقيقة من تلقي العلم هذا البلد. لازم كل الأيادي تشتغل من أجل البلد. وهنالك أمور لا نخفي عليكم، أنا ردائي إلى الطلاب والطالبات عودة الدراسة سواء بالمدارس وبالجامعات العراقية. ونعم التظاهر معه لكن بالأوقات المناسبة لكي لا تفوتنا فرصة حقيقية للتعلم والعلم في بلدنا العزيز. جيل احنا نعتبره جيل ذهبي، جيل ما يجي بعد مثله، يعني هذا من وعى من صدمات السياسيين واندمار السياسيين وعى هذا الجيل الذهبي اللي الجيل الشبابي القمصان البيض الطلاب الكليات اصبح يردون وطن. وهاي نتيجة الخلافات السياسية والصراعات بيناتهم، لان اتس الطالب خلص كلية وين يروح؟ هو يريد حقه، يعني هو مواطن من يتدرج من المتوسطة للإعدادية يصعد الكلية يتخرج، وين يروح؟ يروح لو يشتغل عمالة، لو قاعد بالبيت، لو يشتغل خارج العراق. وحتى الطاقات الشبابية دمروها، الكفاءات دمروها، هم يريدون ينهون شكو الطاقة الشبابية بالبلد. وهذا الدليل انه شوف الطاقات الشبابية تروح للخارج يستثمروها ويشتغلوها بأحسن أماكن. ليش ما نستغلها بالعراق هنا، اجيبها واشغلها واشغل هاي المصانع واشغل المنشآت هاي اللي تاركيها بسياساتكم انتوا حتى تستفادون الدول الاقليميه الدول الخارجيه والغربيه والشرقيه والغربيه كلها، واحنا الشعب واقع بيها. ان شاء الله تظاهراتهم مستمره رغم الضغط عليهم رغم التهديد بالفصل رغم كافه المشاكل ما يعانوها الفصل وبالغيابات والوزاره يوميا محدده يوم 23/1 امتحانات. هو شنو؟ هو خلك دوام انت جاي متحدد، انت وين نايمين؟ وين تريد توصلون؟ يعني البلد الهاويه. وان شاء الله مستمرين هم الا تغيير كافه الطبقه السياسيه الفاسده، هم انتفضوا للشعب. لان الطبقه الموجوده كان الجيل السابق ما عنده استطاعه انه يقود هذا الحركه، هذا الجيل شباب واعي قاد الحركه الطلابيه الحركه الشبابيه، الابطال ذولا ابطال، هم ابطال الثوره، هم قيادات المستقبل ان شاء الله. اكو البعض انه دا يسمعون لنا مطالبنا، واكو البعض من عندهم لا والله، اكو البعض من عندهم هذول الطلاب طالعين يجي واحد محرضهم وما يريدون يداومون. يعني الطالب من محرضه، يعني هو طالب مثلا من يشوف المدرسه مالته وضعيتها جدا يعني ما تسمح انه طالب يدرس بيها، يعني مثلا راح يقعد بالمدرسه مالته غصبا مع راسه. لا عمي احنا طالعين على مود مطالب، على مود انه الدراسه تتطور بالعراق. ليش العراق دراسته يعني من اخر مراتب بالدول العربيه؟ عمي عندنا دول عربيه دراستها تخبل، احنا شبينا عم العراق احسن من عندهم كلهم والله العظيم. العراق احسن من كل الدول العربيه وعندنا ثروات احسن من كل الدول العربيه، بس انه الجماعه خربوها والله العظيم. والاعتداء اللي يصير على الطلاب هذا يعني ما اعرف شنو وضعيتهم، من يجي واحد يعتدي على طالبه اخي بنيه، افتهم انه هي بنيه، ما يصير تضرب انسان بنيه لان هي تخالف رايك. اكو شيء اسمه حريه التعبير عن الراي، افتهم شغل عقلك، اكو شيء اسمه حريه التعبير عن الراي، هي حريه للانسان.
مستحيل أنه تمنع إنسان من حريته. يا أخي افتهم، يعني إلى متى؟ لحد ما يصير تنفيذ المطالب نحن ما نرجع، احنا ما نرجع. هاي امتحانات نص سنه، خلي يمتحنون ونخلص الامتحانات نرجع هنا همتين الظهر وبعداد اكثر. احنا نريد مطالب، احنا نريد تنفذ مطالبي. يعني انا طالب من حقي انه انت تنفذ مطلب واحد على الاقل من مطالبي، مو قاعدين والله خلي يمتحنون الطلاب، احنا راح نقدم المده، احنا راح ناخر المده، احنا راح نسوي كتب جديده على مود الفلوس، لان الكتب الجديده مال فلوس. عمي حتى هاي نفهمها، يعني شنو ذنب طالب عمره خلينا نقول ابتدائيه، شنو ذنب يعرف السياسه كلها؟ والله العظيم يعني هي مو سالفه يعرف السياسه كلها ويعرف ايش يسوون السياسيين بالعراق. افتهموا انه الناس تريد مطالب، حقق مطالب الطلاب، حقق مطالب المتظاهرين. يعني انه مو انتم قاعدين والله احنا راح نشرع قانون، والله احنا راح نسد قانون، والله احنا راح نطلع فلوس، وراح نزيد الفلوس، راح نطلع ناس تقاعد، راح نطلع ناس تقاعد. يعني انت باختصار قاعد انه تغلس عن مطالب الناس، هذا هو وضعيتك، انه انت قاعد هنا تغلس على مطالب العالم. هاي مو وضعية، يعني من أنه الناس خطية الشباب. هسا احنا أثناء طلاب صارنا 3 أشهر راح يصير أو أكثر طالعين هنا، حتى ما تسمع كلام الطلاب تقول دولة طالعين هيك لأن ما يريدون يداومون. احنا إذا ما نريد نداوم نقدر نطلع، كل واحد يقعد ببيته، مو واقفين هنا بالساحات وقاعدين ننتظر واحد يحقق مطالبنا. تروح للتربية يقول لك والله يعني ما يصير حل، يصير حل إن شاء الله، يصير حل إن شاء الله. أنت غير تنفذ؟ مستحيل هيك. يعني وضعيتكم اريد تنفيذ للمطالب مالتنا، مو واقفين وقاعد نريد ننفذ والله احنا ما نقدر. ومو بدينا من انت وزاره التربيه، شنو مو بديك؟ لا والله الرئيس مال وزاره التربيه يعني يقول انا والله مو بيدي هاي السالفه، ترجع للحكومه. زين وزاره التربيه شنو شغلها مثلا؟ غير تربيه، غير طلاب، غير مدارس، ايش ترجع للحكومه؟ هي صح انها هي راجعه للحكومه، بس هي تربيه وتعليم. يعني تسوي له مدرسه، ترتب له المدرسه، تقلل المناهج اللي ما لها اي فائده. من مثلا كتاب ب 300 صفحه تقريبا 200 صفحه من عندها ما بها اي فائده، قاعد يشرح عن نفس الموضوع. قلل ما صحيات، عدلهن مدرسه شوي، رتبها. عم ما اريد تفلش مدرسه وتعيد بناها من جديد، لا المدرسه على الاقل رتبها. المدرسين خل من يجون، المحاضرين مجانيين خطيه عاينهم. صح ان هذا مو مالتنا هم مال المحاضرين، بس اما انهم تشوف محاضر خطيه مجان صار 13 سنه وعينه مجانا بدون فلوس، اما تنقهر عليه وقاعد يشرح شرح ممتاز. والله هاي ظاهره صحيه حديثه جدا بالعراق منذ تاسيسه، انه تهب مثل هيك مظاهرات لتغيير الواقع بالعراق. الواقع بالعراق واقع مزري جدا، وصلت بي انه هاي الشريحه من الشباب انه يريدون يقودون فد مبادره للتغيير للاصلاح، شو تريد تسميه. ولكن انا ضد الاضراب الطلابي. الاضراب الطلابي يعني ممكن انه مثلا انت تقيم مظاهره تضرب يعني وراء الدوام ممكن بوقات، لكن انا ادعو المتظاهرين دعوه انه يوجهون للاضراب الباقي الدوائر الدوله، لان باقي دوائر الدوله هي عباره عن ايرادات تدخل وتمول بها الاحزاب. يعني احنا نعرف كل دائره من دوائر الدوله هي تحاصصت وتبعت الوزاره وتبعت الحزب. الحزب هو له حصه بفلان دائره وفلان وزاره. لحد هاي اللحظه تموين الاحزاب من ضمن هاي الدوائر. فانا ارجو من المتظاهرين قطع الامدادات عن هاي الاحزاب عن طريق العصيان واضراب هاي الدوائر. بالاضافه الى ذلك معظم موظفي دوائر الدوله، معظم، انا ما اريد اجزم على الباقين، اكو ناس اشراف انضاف، لكن معظمهم هم لا يقومون بعمل الا مقابل. ابتزازيين، الرشا، متقاعس بعمله، ماخذ الدائره عباره عن فسحه له، مصرف له. تحولت معظم دوائر الى دوائر عائليه، يعني تحولت الى انه العائله كلها تداوم بفلان وزاره بفلان دائره. فهذا الموضوع اثر سلبا على
إدارة الدولة، إدارة الدولة ما هكذا تقاد، ما هكذا تدار. عمي أكو ضوابط لإدارة الدولة، الدولة انهارت بسبب ضعف القوانين اللي هسه هي دوائر الدولة تنصب بيها. فأني أدعو مرة ثانية الإضراب لا يجب أن يكون يعني يتطور وياخذ حيز أكثر يشمل دوائر الدولة كافة، لأنه الموضوع كل صعب. إحنا دا ندخل الدوائر الدولة دا نشوف الروتين ودا نشوف التعقيدات ودا نشوف الإهمال من قبل الموظفين ودا نشوف أشكال، وهذا الموضوع ما متعلق فقط بالحكومة برأس الهرم، القاعدة أيضا انتشبها الفساد، والموظف أصبح ما يهم القانون وما يهاب أي قانون، وموضوع يعني موضوع لازم يعني بالآخر أنه تتوقف هاي المهزلة اللي تصير بالبلد. الطلاب شلون بيهم؟ والله الطلاب أنا وجهة نظري الطلاب قدموا أدوا عليهم وتركوا مدارسهم وتركوا كلياتهم. أنا أقولهم يعني الرجوع للدوام أفضل، لكن مقابل أنه عدم توقف الإضراب والاعتصامات والمظاهرات في أوقات الفراغ، ممكن في أوقات الفراغ زين، لأنه هذا إحنا صار لنا 90 يوم مدى يجيب نتيجة، مدى تحصل نتيجة. الموضوع يعني أكو إصرار من قبل الطرفين، الطرف الحكومي اللي مصر على بقاء نفس الطبقة السياسية اللي فسدت البلد، وأكو عناد من قبل طلابنا المتظاهرين اللي هم مشكورين بكل الأحوال، وانطوا شهداء وانطوا جرحى وعانوا ما عانوا في هذه الفترة، اللي عاف عمله واللي عاف عائلته. فأنا أقول من باب أنه المتظاهرين خلي يغيرون باستراتيجية عملهم، أكو غير حلول، أكو غير مناورات ممكن يستخدمها المتظاهرين للضغط على الحكومة، وبالتالي ممكن نحصل من عندهم نتيجة، وممكن أنه نصل لحل يرضي الأطراف كلها. أستاذ، الطلاب من حقهم، تعبوا، الأهالي تعبت، طلاب تعبت، الوضع مو ذاك الوضع، الوضع الحالي مو جيد، حقهم يعيدون حقوقهم، وليش بغير دول يأخذون حقوق الطلاب وبالعراق ماكو حقوق لهم؟ ثم المدارس الأهلية هسه حاليا اللي بعض الأهالي اللي عده يتمكن يروح يودي للمدارس الأهلية، والفقير اللي ما عنده على هاي المدارس، ثم التدريس غير التدريس، الأجيال غير الأجيال، الوضع غير وضع، العالم تعبت، احنا تعبنا، ملينا، احنا نريد تغيير، نريد وضع، نريد أمن، نريد أمان، نريد حقوق مطالبات، نريد أجيال هاي القادمة إلها مستقبل زاهر وحفيد زين. إحنا لعد العراق شعب الذرة، شعب الحضارات، هيك يصير بي هذا العراق العظيم؟ ماكو هيك شيء ترى باقي الدول كلها هسه. ليش باقي الدول كلها مرتاحة وإحنا ما مرتاحين؟ ليش؟ شنو ناقصنا؟ ليش خيرنا لغيرنا؟ ليش إحنا أكبر ثروة عندنا نفطية اللي ما متنعم بها الشعب؟ أبسط شيء زين، الطلاب بيحسبوا لهم باقي الدول حقوق ومستحقات دراسة، احنا نانا كل شيء ماكو نهائيا. ليش؟ فيا أستاذ العزيز، احنا نريد انه مستقبل زاهر لأبنائنا زين، الوضعنا، دراستنا، الأجيالنا القادمة اللي يحسون اكو عندهم مستقبل. يا حبيبي ما يصير هذا الشيء، فأنتوا المفروض هم ينتبهون على الأشياء وعلى الطلاب وعلى المدارس وكثير أمور، كثير أمور، يا ما حكينا يا ما قلنا، ماكو شيء، كل شيء ماكو. شنو اللي قالوا؟ فهم الطلاب لما يطلعون يريدون حقوقهم، لما هاي المظاهرات
زين يريدون شيء أفضل، إيش يريدون؟ ناتج، مو بس تقدير أعصاب، لا أكثر ولا أقل. بس احنا غير نريد حال، يعني هذول صاروا بين حالهم وانا الطلاب، صار لهم شهرين ما هم داومين، وهسه يقولون لهم داوموا، شلون هاي الامتحانات شلون؟ راسا راح يمتحنون، هذا كله راح يصير رسوب، وخطيتها برقبتهم، لا دا يسوون لهم حل، يعني يقولون لهم مثلا اكو دوام على مود يداومون، وهذا يطلع ابو التربيه يقول لهم ماكو دوام، يجون للمدارس يقول لهم ماكو دوام، يطلعون تظاهرات ابتلوا الطلاب، شو يسوي الطلاب؟ الطلاب تريد تغيير، تريد حكومه جديده، تريد نجاح، تعبت، زين هسه هذا بده يخلص الطالب وين يروح؟ يقعد، هم لا يروح عماله والبنيه قاعده مخلصه كليه وقاعده، احنا نريد شيء جديد للبلد، بالتخت اللخ شو اسمه؟ هندسة وهم قاعدة بالبيت إلى متى؟ بس قل لي إلى متى؟ يعني هسه أنا دا أنجح ودا أعطي فلوس ودروس خصوصية، أنا غير من دا أروح دروس خصوصية وأنجح، غير أريد شيء مثلا أداوم، يا أبوها شهيد ما تداوم، جدها شهيد ما تداوم، من اللي يداوم العد؟ يعني بس العدة أحزاب. أكيد هو اللي يتظاهر ده يطلع يطالب بحقي، حق الطالب، حق المتخرج، حق العاطل عن العمل، فهذا أكيد مطالب تشمل كل فئات الشعب، فأنا من أجي أسوي أضراب أكيد ده أسانده المتظاهر اللي يطالب بحقي، أما استمراري بالدوام هذا يؤدي أنه شنو؟ أنا مأيد الحكومة واستمرارها بالأفعال وهذه العاطل عن العمل وال نشوف الشباب بالشارع العراقي، استمرار أبسط مطالب الشباب ما موفر للشباب، فأكيد أكيد المتظاهرين دي طالب حقوق كل فئات الشعب العراقي، فأنا من أسوي إضراب، طبعا الإضراب إحنا بمحافظات الشمالية ماكو هذا الشيء ما شفناه، بس حاولنا قدر الإمكان نوصل رسالة لأخوتنا المتظاهرين واللي دي الظاهر بالوسط بالجنوب، طبعا من بغداد طلعت شفت الكليات كلها مسوية أضراب الجنوب والبغداد، فأكيد أكيد المتظاهر من أطلعاني أساندة بأضراب، أنا قدمت لفت شيء بسيط معنوي جزء من حقه هذا أنه مساندتي إله، يعني هذا دي طالب بحقي وبحق بقية الطلاب والخريجين. طبعا بالنسبه للمحافظات اللي كان سوت اضراب، احنا اولا ما ضد المظاهرات ضد الحكومه ولا ضد اي شخص ممكن يضرب بالطريقه اللي يشوفها مناسبه، اما اضراب عن الدوام او اما اضراب عن او الذهاب الى ساحات الاحتجاج. بالنسبه للضرب في الدوام، يعني هاي الامور صراحه احنا نشوفها مسانده للمظاهرين، احنا المتظاهرين شنو مطالبهم؟ مطالبهم التغيير، والتغيير اشوفه ما يتحقق التغيير إلا بإيقاف الدولة عن شغلها أو ممارساتها الروتينية، لما يكون اكو دوام اكو روتين معناها الدولة ماشية في أمورها، معناتها ماكو أي تغيير، الساحات والاحتجاجات اللي عصير والشهداء اللي يموتون ما لهم أي دور، ما صار لهم أي دور، وكأنه موتهم صار شيء عادي، ما صار لهم فد قيمة فد باقي العراقيين، لأن هم طالعين ما عاد يتظاهر نفسه، لا عاد يتظاهر لا لي ولا لحضرتك ولا القرايب، وعيطلع يتظاهر للعراقيين كلهم زين لحتى يغير الوضع، فاحنا اكيد ندعم المتظاهرين بينما قلوبنا ودعمنا دائما للمتظاهرين، واحنا نأيد ايقاف هذه الحكومه او تغيير هذه الحكومه لحكومه افضل، لانه يعني كفى تقريبا صار 16 سنه، اعتقد الوجوه الجديده او القديمه ما راح تغير شيء نهائيا اذا ما يكون اكو تغيير جذري بالحكومه او تغيير جذري بنظام الحكم من الاساس. طبعا احنا يوم سوينا اضراب كان هدفنا ان الوقوف عن المظاهرين، والمظاهرين يستاهلون ان الواحد يقف معاهم، لان هم طالبوا بحقنا وهذا حقنا، وهم طالبوا بحق العراقيين جميعا، يعني لان التعيينات ماكو والشعب قاعد يعاني والاوضاع يعني الاوضاع بالموصل يعني ماكو تعيينات، لاكو وظائف لاكو شيء، فاللي يتعين هو صاحب الواسطه وهو صاحب يعني اللي عنده شيء، اما احنا لا والله لا تعيين ولا شيء،
واحنا يعني اعلنا اضراب مع المتظاهرين، وهذا ابسط شيء يعني نسويه يعني لاخواننا المتظاهرين، والله يرحم شهداء العراق والله يرحم المتظاهرين، وشكرا لهم يعني على ما قدموه لنا، وان شاء الله القادم افضل، وان شاء الله العراق افضل واجمل ان شاء الله. هو التظاهرات على مش اسمه ماكو طلاب، ماكو فرص عمل، ماكو اكثر عن الطلاب يتخرجون بدون اي وظيفه، ما يتخرجون ما يلقون درجات وظيفيه، ولهذا صارت التظاهرات، خرجوا متظاهرين يطالبون بحقهم مستحقاتهم ويبحون على الفساد ويرجعون، بس ان شاء الله المظاهرات سلميه والمحافظة على البنيه التحتيه والجوامع، وان شاء الله التظاهرات سلميه ويمحون الفساد ونظهر عقل ومطبط ان شاء الله. هم الطلاب اغلب اللي يطالبون بتعطيل الدوام الرسمي هم الطلاب اللي هم فئه الشباب، السبب ان هم يشوفون وضع البلد مو بالصوره الصحيحه، البلد ما يمشي على المسار الصحيح، هم يشوفون المؤسسات التعليميه شلون تروح يوم بعد يوم للهاويه، اليوم نحن اغلب مؤسساتنا التعليميه بالعراق دا تبدي تتناقص على درجات المعرفه ودرجات العلميه، فالمظاهرات هي مطالبه بتحسين وضع العراق بصوره عامه، واحد مطالبه وتحسين المؤسسه التعليميه والنظام التعليمي بالعراق، فالمفروض يكون اكو مقابل من المتنفذين في المؤسسات التعليميه انه يراعون هذه المطالب ويتعاملون مع الطلاب على اساس هذه المطالب، ويتعاملون مع الطلاب على انه اكو مشكله شخصيه بين التدريس وبين الطالب، اللي نشاهده حاليا بصراحه بالجامعه انه اكو بعض التدريسيين اخذ موضوع الاعتصام اللي صار بجامعه الموصل على انه مشكله شخصيه بين الطلبه وبينه كتدريسي، وبدا نوعا ما يحاول ان يجبرهم على توقيتات معينه لاداء الامتحانات، واكو بعض التدريسين ايضا اعتبر المواد اللي كان من المفترض ان يشرحها ويعطيها للطلبه اثناء فتره الاضراب اعتبرها مشروحه وملزمه للطلاب بامتحانات نص السنه. نحن بالموصل شباب الموصل حالنا حال شباب بغداد، حالنا حال شباب كربلاء، حالنا حال شباب الناصريه، نحن كجسد واحد، مطالبنا وحده، مطالبنا ملخصه بعباره نريد وطن، الوطن هو المؤسسات بصوره عامه، الوطن هو الانسان، الوطن هو الكرامه، الوطن هو السياده، الوطن هو الحقوق والواجبات، هذا مطالبنا. من خلال اضرابنا في المؤسسات التعليميه كان الغرض من الاضراب هو محاوله ايصال رساله الى المتنفذين في المؤسسه التعليميه بان وضع التعليم في العراق جدا سيء، ونطالب بتحسينه ونطالب بزيادة العمل على هذه المؤسسة لتعود المؤسسة التعليمية في العراق كما عدناها سابقا. اولا احنا عملنا اضراب يعني قبل فترة من الزمن عملنا اضراب، وهذا الاضراب كان تضامنا ويا اخوتنا ويا طلابنا ويا الشعب العراقي باكمله في محافظات الجنوب، واحنا كنا يعني جسد واحد وكنا يعني يد واحدة، فالأوضاع اللي تصير في البلاد حاليا يعني شوية تأثر على الكل، يعني ما احنا هنا والله قاعدين بالموصل وهم هنا قاعدين بالجنوب احنا ما لنا علاقة واحنا ما عارفينش واحنا ما ساعدنا شيء، لا بالعكس احنا كنا تحت منظومة واحدة وتحت دولة واحدة وتحت امرأة واحدة، فلازم ان نكون يد واحدة، فلازم احنا ما عملنا شيء كبير صراحة، بس هذا كله اللي قدرنا نقوم عليه انه سوينا وقفة تضامنية صغيرة ويا اخوتنا اللي هناك اللي مطالبهم كلها مشروعة ومطالبهم كلها حقة، فلذلك عملنا هذا الشيء، ويعني نتأمل من هذه الأوضاع ومن هذه الأوضاع اللي تصير انه يتحسن وضع البلد إلى وضع أحسن، وإلى نعيش عيشة أفضل، عيشة هنية، عيشة كريمة تسودها كل انواع المحبه وكل انواع العدل وكل انواع، يعني مثلا احنا هنا بالتربيه اللي يتعين ما يتعين الا بواسطه، فهنا لازم تكون هناك مساواه بالحقوق، يعني حقوق يعني مساواه باكمل الحقوق، ابسط الحقوق انه هسه طالب جامعه يدرس مثلا 5 سنين او 6 سنين حسب اختصاصه يخلص ما يلقي تعيين، ليش والله انه التعيين للواسطه او التعيين صاير بدفتر او دفتر ونص، فهذه وضعيه صراحه يرثى لها، يعني احنا عايشين هنا ببلد لازم تكون المساواة ويكون العدل في كل شيء، يعني قرعة تعمل إجراءات حسب التفوق وحسب التفاضل وكل من يأخذ حقه، ونسأل الله عز وجل أنه يشيل هاي الغمة عن هاي الأمة
وانه يرجع العراق بلد الخير، بلد المعطاء، ونرجع كما كنا يد واحده